نصل بكم الآن مشاهدين الكرام إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. نقول لمواليد برج الحمل، تتراجع من صباح الأحد صحتكم وينتابكم شعور بالتعبي والملل. حاولوا إنجاز ما هو ضروري وعاجل من عملكم وأخلدوا إلى الراحة. من ظهيرة الثلاثاء يتغير الوضع لصالحكم وتنجحون في السيطرة على الوضع رغم بعض العقبات والعراقيل. من ليلة الخميس تنهمكون في ضبط ميزانيتكم، احرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة. من صباح الأحد تنجحون في الدراسة والامتحانات والسفر والاتصالات. الثور تنشطون من صباح الأحد بين الأصدقاء ومنكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة. من ظهيرة الثلاثاء تجتازون بصورة عامة فترة غير مريحة تنال من صحتكم وأعصابكم. انتبهوا إلى غذائكم وراحتكم. من ليلة الخميس أنتم أكثر نشاطا، مع ذلك اضبطوا أعصابكم أثناء تصريف أموركم. من صباح الأحد تتاح الفرصة لمكسب مالي. الجوزاء تركز اهتمامكم من صباح الأحد حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية، بوسعكم المحافظة على إنجازاتكم القائمة. من ظهيرة الثلاثاء تنشطون اجتماعيا، من المحتمل أن تتعطل دعوة اجتماعية موجهة لكم أو ينشب سوء تفاهم مع أحد الأصدقاء. من ليلة الخميس تتراجع صحتكم وينتابكم شعور بالملل. ضعوا سلم أولويات لعملكم الضروري واخلدوا إلى الراحة. من صباح الأحد أنتم أكثر نشاطا وحيوية وتنجحون في الدفع بمصالحكم. السرطان تنشطون من صباح الأحد في السفر أو اتصال بعيد، وتزداد رغبتكم في تعزيز علاقتكم بأحبائكم. من ظهيرة الثلاثاء ينصب اهتمامكم حول عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين، اثبتوا جدارتكم لهم ولا تدخلوا في نقاش عقيم. من ليلة الخميس تلتقون أشخاصا ترتاحون إليهم، اضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع الصديق. من صباح الأحد انتبهوا أكثر إلى صحتكم، خاصة أن مشاغلكم ستزداد. الأسد تنهمكون من صباح الأحد في ضبط أموركم المالية المشتركة، انتبهوا إلى صحتكم. من ظهيرة الثلاثاء كونوا أكثر وعيا على الطرقات، خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن، ابتعدوا عن أماكن مجهولة لكم. من ليلة الخميس حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل، لا تعطوا فرصة للمسؤولين لانتقادكم. من صباح الأحد تسعدون من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم. العذراء تشعرون من صباح الأحد بقوة العاطفة وتجاوب شركائكم معكم. الفترة مناسبة للقيام بعمل يتطلب تعاونا من طرف ثاني. من ظهيرة الثلاثاء تفحصوا حساباتكم المالية المشتركة وخففوا من النفقات. من ليلة الخميس تنشطون في السفر والاتصالات، كونوا أكثر وعيا على الطرقات. من صباح الأحد تتجه انظاركم نحو عملكم ومصالحكم الاجتماعية، بس تنجحون في تدعيم مكانتكم لدى المسؤولين. مواليد برج الميزان، حاولوا من صباح الأحد إنجاز ما باستطاعتكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم. من ظهيرة الثلاثاء ينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم، ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة. من ليلة الخميس ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم، قد ينشب خلاف حول مال يعود لكم من شراكة أو تعويض. من صباح الأحد تنشطون في مجال السفر والاتصالات لا سيما البعيدة. العقرب بيسعكم من صباح الأحد قضاء وقت ممتع مع أحبائكم وممارسة نشاط فني. من ظهيرة الثلاثاء تنهمكون في إنجاز ما لديكم من عمل، وتكون صحتكم بحاجة للرعاية أكثر. من ليلة الخميس ابحثوا عن قاسم مشترك اجمعكم بشركائكم لا سيما شريك العاطفة، لا تبالغوا في طلباتكم منهم. من صباح الأحد تنشغلون في عادة ضبط شؤونكم المالية، رغم وجود فرصة لمكسب مالي إلا أنه يجب الحذر من النفقات. القوس تفضلون من صباح الأحد التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية، بوسعكم إيجاد قاسم مشترك يجمعكم بأفراد العائلة. من ظهيرة الثلاثاء تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم، كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل معهم. من ليلة الخميس يتراكم العمل لديكم، تجنبوا الدخول في مواجهة مع زميل لكم وانتبهوا إلى صحتكم.
من صباح الأحد تعززون شراكتكم. الفترة مناسبة للقيام بعمل يتطلب تعاونا من طرف ثاني. الجديد أكثر لديكم من صباح الأحد الاتصالات والتنقلات، منكم أن يخرج في رحلة قصيرة للاستجمام، توقعوا بعض التعطيل. من ظهيرة الثلاثاء تنشغلون في تنظيم أموركم البيتية والعائلية، اضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع أفراد العائلة. من ليلة الخميس ابحثوا عن قاسم مشترك اجمعكم بأحبائكم، كونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم لا سيما أولادكم. من صباح الأحد تنجحون في إنجاز حصة الأسد من العمل المتراكم لديكم، لا تهملوا صحتكم. الدلو ثمة فرصة من صباح الأحد لمكسب مالي، مع ذلك يجب الحذر في أي خطوة مالية جديدة. من ظهيرة الثلاثاء كونوا أكثر صبرا على الطرقات، خاصة أثناء قيادة السيارة داخل المدن، لا تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار. من ليلة الخميس تواجهون المتاعب داخل مسكنكم أو مع أحد أفراد العائلة. من صباح الأحد تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم، يصلكم خبر سار يتعلق بأحد أولادكم. أخيرا وليس آخرا الحوت، تمتلئون من صباح الأحد نشاطا وحيوية وتكونون قادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها. من ظهيرة الثلاثاء ادخلوا تعديل المطلوب على ميزانيتكم وخففوا من نفقات غير ضرورية، احرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة. من ليلة الخميس توقعوا تعطيلا في سفر أو اتصال. من صباح الأحد تفضلون الأجواء البيتية والعائلية، تجدون تعاونا من أفراد العائلة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي، والله أعلم.